ونقول مساء الخير على الجميع. اليوم كثير يسألوني التيار الكهرب انقطع عندي، التيار الكهرب انقطع عندي، وهم أنا التيار الكهرب انقطع عندي. هل البيض يفسد مدة البيض يعيش داخل الفقاصة 24 ساعة؟ يعني عندك تقدر تتصرف يوم كامل على ما تشوف لك شيء يعود لك الطاقة اللي كان الصوص خسرها في 24 ساعة. يعني أي شيء تدفية تدفي البيض، تخلي البيض يعني دافي، تعود درجة الحرارة 37.5. الخوف مو على البيض، البيض أنا دائما تطفي عندي الفقاصة أو ينقطع عندي التيار الكهرباء وما يموت. شنو هو اللي يموت؟ يموت الصوص. الصوص يكون بارد، لأن الصوص مجرد يطلع من البيضة يبغى تدفية. مثل الآن اللي عندي في الحضانة ما في تدفية. يعني زي ما شرحت لكم يا شباب، إذا طفت عليك الفقاصة مدة 24 ساعة، شوف يوم كامل ما يموت البيض داخل الفقاصة أبدا ولا يتأثر. يتأثر المسكين الصوص، الصوص إذا فقص يحتاج درجة معينة. مثل الآن أنا أشوف هذا قد مفقص عندي، تو يفقص في الفقاصة ما يتأثر. بس إذا الآن طافي الهيتر وطافية المروحة وعندي صيصان داخل في الحضانة هناك برا، هذه أكبر مشكلة. أما البيض أبد ما يخترب مدة يوم كامل. زين، المشكلة في هذه الحالة أكثر شيء يتجمع مثلا الناموس، عندك الناموس يتجمع، عندك النمل يتجمع. شوفها، شوف الصيصان كل هذه مفقصة، شوفها تحت عندي مفقصة. غير شوف هنا المشكلة وهنا المعاناة. إذا طاح المطر وتدفئة داخل الحضانة ما في، هذه تكون أكبر مشكلة. شوف الصوص يرقى فوق هذا، هذا يرقى فوق هذا. تقريبا اللي تشوفوهم الآن هذا اللي حوالي 200، هذا اللي حوالي 200 والله، هذا فوق هذا. الحين أكبر مشكلة عندي إذا طاح المطر وتسرب الماي إلى تحت إلى داخل الحضانة، تصير مشكلة. أكيد رايح تموت مجموعة من الصيصان، لأن أنا أشوف من فوق هنا قاعد ينسم المطر. هذه مشكلتي أنا. شوف ها، هذا اللي توهم صغار، هذا الحين اليوم الثاني فقط، اليوم الثاني يبي لهم تدفية. مو شوف هاك، شوف الموت، شوف ها لازم يكون موت. شوف، لأن بسبب الاختناق هذا يكون فوق هذا، هذا يكون فوق هذا، فلازم نحركهم ما نخليهم وهم يتجمعون عشان يدف. والله هذه أكبر معاناة لنا إحنا المربين. إذا طاح المطر كل شيء يعتفس علينا، إن كانت عندك طيور أو كانت عندك دجاج أو كان عندك، شوف مثلا الآن بتروح تنفع حق الخيل، أبد كل مطر فمطر ما تعرف. أوه هذه المشكلة، المطر حلو بس مضر في نفس اللحظة. أنا والله ما أفق الصيصان إلا في أيام الصيف، مجرد شفت الجو خلاص قلب حار قمت افقص، حطيت البيض. شوف سبحان الله طاح المطر، هذا تصير لي مشكلة في الحضانة وفي الفقاصة. مثل الآن الفصل العديد من التيار الكهرباء، هذه أكبر مشكلة. بس الحمام مستانس على المطر. طبعا هذه هنا الخيول، نروح ننفع الآن لأن ما في تايم. مشكلة والله، أكثر الأمراض تجي في موسم الأمطار مثل الكوكسيديا والأمراض اللي. والحمد لله رجعت الكهرباء على ما هي، بس عندنا مشكلة هنا الآن. شوف المكان قامت تخر مطر اللي عندي، فما توقعنا أصلا إنه بينزل مطر، كنا خلاص دخلنا بالصيف. فهذا الرطوبة إذا كان الصوص مثلا جاء على هذا المكان البارد يسوي لنا مشاكل. لازم تكون المكان هذه ناشفة علشان ما تجينا أمراض اللي هي يسموها الكوكسيديا. أكثر شيء تجي في أيام الشتاء، فالآن إذا درجة البرودة معنا هنا 19، فهذه المحمية مشكلة معنا. فالحمد لله كل شيء على ما يرام. هذه صحة الصيصان، تبوا لله الحمد. قدمنا لهم الأكل، قدمنا لهم خلطة ولد الشرقي رقم 1 للوقاية علشان ترفع المناعة، ممتازة جدا. والحمد لله رب العالمين، وهم المحاكل هناك شقناها، إن شاء الله الأمور طيبة بإذن الله.
طبعا الان انا موزع الاكل في كل مكان، كل تحت اناره حط اكل، هنا شوف حط اكل، هنا تحت حط اكل، هناك حط اكل، في كل مكان حط اكل علشان نبغى الصوصان تتوزع وما تتجمع نفس بعضها. الحمد لله رب العالمين، الصوصان تروح تجي والامور طيبه، ربي لك الحمد. هذا كويس، حاليا كويس، الله يعيني. هناك في المحاكر، المحاكر كانت رطبة شوي، فإن شاء الله تزين الأمور إن شاء الله. أوكي يا شباب، والله تايم ما في وقت، ما في هبابي، راح أنفع الخيول اللي عندي عشان خلاص ما ضل شي على الوقت. السلام عليكم. شوف ما شاء الله تبارك الله، هذا الفيومي، شوف هذا الفيومي كويس الحمد لله. وزي ما عودتكم كل جمعة الآن نعطيهم خلطة ولد الشرقية للوقاية من جميع الأمراض، ما شاء الله تبارك الله، هذه صحتهم تب ولله الحمد، ربي لك الحمد. ما شاء الله تبارك الله، شوف هذه الصحة. دائما أقول إذا تبقى الصيصان ما تمرض معك، عقم المكان بالدتول والكرولكس. شوف طبعا ما تشوفوا هنا الان معهم ماي ابدا، شايل الماي قبل ساعتين او 3 ساعات تقريبا. هذا هم صحتهم تب الان، بنعطيهم خلطة ولد الشرقية رقم 1 للوقاية من جميع الامراض. هذا السطل نحط فيه محلقتين كوقاية، ممتازة جدا، كل جمعة كل اسبوع مرة واحدة. شيك شيك ما شاء الله تبارك الله، وخلطة التسمين هم ممتازة. وزي ما عودتكم كل جمعة الآن نعطيهم خلطة ولد الشرقية للوقاية من جميع الأمراض، ما شاء الله تبارك الله، هذه صحتهم تب ولله الحمد، ربي لك الحمد. ما شاء الله تبارك الله، شوف هذه الصحة. دائما أقول إذا تبقى الصيصان ما تمرض معك، عقم المكان بالدتول والكرولكس. شوف طبعا ما تشوفوا هنا الان معهم ماي ابدا، شايل الماي قبل ساعتين او 3 ساعات تقريبا. هذا هم صحتهم تب الان، بنعطيهم خلطة ولد الشرقية رقم 1 للوقاية من جميع الامراض. هذا السطل نحط فيه محلقتين كوقاية، ممتازة جدا، كل جمعة كل اسبوع مرة واحدة. شيك شيك ما شاء الله تبارك الله، وخلطة التسمين هم ممتازة، ما شاء الله تبارك الله. هذه اللي فقصت تقريبا الان ربع يوم تقريبا، الان ما بعد نعطيهم لا تطعيم تليهون كسل ولا خلطة ولد الشرقية، ما شاء الله. ان شاء الله بعد يومين نعطيهم تطعيم تليهون كسل، يكمل اسبوع نعطيهم تطعيم تليهون كسل وخلطة ولد الشرقية، ما شاء الله تبارك الله. هذا المحكر الثاني والان فقص عندي بعد، بوريكم ان شاء الله في الفقاصة. طبعا هنا شوف هذه هنا خلطة التسمين، وهم هنا خلطة رقم 1 للصيصان اللي بتطلع ان شاء الله. هذه اللي فقصت امس، ما اول امس هذه اللي فقصت، ما شاء الله تبارك الله. نعطيهم الان بس زي ما علمتكم، بس اول يوم ماي وسكر فقط، ان شاء الله من بكرة او بعد بكرة نبدا خلطة رقم 1 وخلطة رقم 4 ان شاء الله. طبعا زي ما عودتكم يا شباب كل جمعة يعني احسب لهم 3 اسابيع ويبدأ التفقيس عندي. شوف هذا بدأ التفقيس ما شاء الله تبارك الله، فقط ماي بس وخل، شوف
اوكي شوف شفته يفقص الان شوفوه. طبعا هذا اللي بفقص اكثره هندي. هندي وكوشن سوري فيومي. ما شاء الله شوف بدا التفقيس ما شاء الله تبارك الله. غير اللي تحت طبعا هذا نشيله الان نحطه تحت في الفقاصة. ما شاء الله تبارك الله شوف هذا التفقيس ما شاء الله تبارك الله شوف هذا التفقيس. كثير يسألوني كم مرة نقلب البيض؟ تقلب 3 مرات فقط. البخاخ هذا تبخ عليه 3 مرات يفضل. شوف هذا بدأ التفقيس بدأ التفقيس. أتوقع أجي بكرة إن شاء الله كله مفقص بإذن الله. طبعا كله الآن اللي فقص نزلته تحت هنا كله تحت. كل هذا ان شاء الله بكره بجيهم فقص باذن الله تعالى باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوف فاتح الباب الان 42 الرطوبه عندي الحراره 37. شفتوا الحوض المويش كبره علشان افعل الرطوبه. السلام عليكم تحيات والد الشرقيه ونقول مرحبا مليون والد الشرقيه. ما شاء الله هذه الفقاصه اليدويه شوف كرف احط فيه 6 طوابق. نقول ما شاء الله تبارك الله وصباح الخير على الجميع. ودرجة الرطوبة عندي 61 لازم نرفعها إلى 75. أمس رفعتها إلى 75 وإن شاء الله اليوم بوريكم التفقيص بإذن الله تعالى. شوف حتى الماء ناقص عندي بس هذه الصيصان نزلت هنا ما شاء الله تبارك الله. أوكي زي ما علمتكم آخر 3 أيام نرفع درجة الرطوبة إلى 75 ولا نقلب البيض نهائيا نهائيا نهائيا. اخر 3 أيام فقط نرش ماي دافي مع خل. اوكي نقول بسم الله. لازم افتحه يطب عندي ما شاء الله تبارك الله. لحظه بس لحظه نقول ما شاء الله تبارك الله. هذا تفقيص اليوم رب لك الحمد والشكر. أوكي. ونقول يا ما شاء الله يا ما شاء الله حياكم حياكم. هلا 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 هو شوي فقص ما شاء الله تبارك الله. هذا تفقص الان توم ما شاء الله تبارك الله.
خير وبركة. هذا من بعد الكسر نخليه هذا، ما نشيل عنه القشر يا شباب. هذا مثلا ناشف، تحسه ناشف، ما في مشكلة تقدر تكسر عنه. اوكي خليه بس يتنفس شوي، خلاص ويطلع حاله كأنك بتكسر بيضة ان شاء الله. هذا تبي تصعد الصوص فقط. اوكي اللي تشوفه ناشف، اما زي هذا لا تخليه، زي هذا تخليه، زي هذا تخليه. بس هذه هي الطريقة، هذا ما يخلف، هذه الطريقة فقط بس. وهذا نرش عليه خفيف بس، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ونقول بسم الله تبارك الله. هذه الآن الحضانة ما شاء الله تبارك الله، تقريبا 70 صوص اللي فقصها اليوم. شوف هذا شكل الفيومي، هذا هو شكل الفيومي كذا. اوكي هذا يصير بلدي، نفس اللي كذا يصير بلدي ما شاء الله تبارك الله. هذا كله تفقيص اليوم، اكثر شفناه، شوف اللي هناك واللي تحت هنا ما شاء الله، خير وبركه خير وبركه. نار بنوزعهم في الرف اللي تحت، بما ان عندي محاكر فاضيه نحطها في المحكر اللي تحت ما شاء الله تبارك الله. هذا الان اللي لو بتبيع الصوص الحالة ذا الفيومي بخمسة ريال الحبة، ويقول لي الفقاصة ما فيها خير، خير وبركة الفقاصة ما شاء الله تبارك الله. باقي بس تقريبا رفين، هذا الرف والان بدأ تكسير الصيصان. شوف مثل هذه قامت تتكسر، هذا قام يتكسر ما شاء الله تبارك الله. اوكي هذا الرف باقي، وتقريبا هذا الرف بس فقط، هذا اللي باقي. وان شاء الله اليوم يفقصوا باذن الله تعالى اخر الليل او العصر او الظهر، الله اعلم. بس علينا زي ما علمتكم اخر ثلاث ايام نبخ مويه فقط، ما نقلب فقط. هذه الطريقه ممتازه جدا ومضمونه 100% في الفقصات اليدويه. شوف قرش عليه بس ماي عشان الصوص يقدر يكسر البيض، ما يخل. هذا الحمد لله اللي طلعناهم 70 صوص ما شاء الله تبارك الله، هذا تفقيص اليوم. اوكي يا شباب هذا تفقيص اليوم على الحضانة الان، خلاص غير اللي باقي هنا. طبعا شوفوا هذا بيض غير مخصب، شوفوا كيف لونه، شفتم ساعة هذاك لونه أحمر، هذا بيض غير مخصب، لو تخليه 21 يوم في الفقاصة ما رايح ينتج، لأنه يكون بيض غير ملقح، بيض غير ملقح. شوفوا كيف لونه، شفتم ساعة هذاك لونه غير وهذا لونه غير.
اوكي شوف شوف المساعة هذا شفتوا لونه هذا مخصب شفت شفت الفرق هذا بيض مخصب كيف لونه احمر وهذا لونه اصفر هذا غير مخصب زين نشوف بعد بيضة ثانية هذه بيضة مخصبة حمراء وشوف الجنين لو انه بالليل كان تشوف الجنين يتحرك 100% شوف ما شاء الله تبارك الله دم دم تشوفه عروق وجنين يتحرك سبحان الله شوف ما شاء الله تبارك الله شوف هذه النقطة السوداء هذا صوص تو يتكون تقريبا الان عمره 5 ايام تقريبا شوفوا واضح في التصوير يا شباب شوف سبحان الله شوفوا واضح هذه تكون بيضة مخصبة ابد 5 ايام من تحطها في الفقاصة تقدر تشيك عليه بالجوال شوف العروق شوف سبحان الله يتحرك شوفوا هذا الاسود النقطة هذا هو اللي يتحرك شوف سبحان الله هذا بيض مخصب 100% ان شاء الله بوريكم بيضة غير مخصب غير ملقحة شفتوا كيف العروق شوفوا كيف الجنين يتحرك يمين يسار ويفضل تقليب 3 مرات في اليوم 3 مرات نقلب مرة في الصباح مرة بالليل مرة بالعصر حتى لو كانت 5 مرات ما في مشكلة هذا يطلع لك بيض مخصب الله يعوض علينا بأحسن منهم إن شاء الله تقريبا القط اليوم خش علي وأكل 30 حبة يليت إن أكلهم المشكلة عفس عليهم وموتهم وجيت شفتهم منثرين برا الحظيرة وبرا المزرعة ما شاء الله طبعا شفتوني أنتون الصباح شلت الموية عن الصيصان وعساس إن أنا معطيهم خلطة ولد الشرقية ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله فنصيحتي يا شباب اهتموا بالحظيرة اذا كانت عندك حظيرة لازم تتأكد انها مسكرة كويسة لان والله ان حرام 30 صوص راحت في غمضة عين ابد امس نسينا الباب بس مفتوح هذا اللي حملناه شوفه وابد خش القطو وراحت 30 حبة الله يعوض علينا باحسن منهم ان شاء الله رب لك الحمد والشكر والباقي خير وبركة طبعا هذا المحكر الأول ما شاء الله تبارك الله وهذا المحكر الثاني ما شاء الله تبارك الله أوكي هذه صحة الصيصان تب ولله الحمد ما شاء الله تبارك الله كل الأمور طيبة شوف ما شاء الله تبارك الله هذه لي لفقصون اليوم ما شاء الله تبارك الله هذا تفقيص اليوم وهم هذا تفقيص اليوم ما شاء الله وهم هذا تفقيص اليوم ما شاء الله شوف كلبهم عند اللمبة ما شاء الله تبارك الله هنا خلطة رقم 1 خلطة رقم 1 خلطة رقم 1 خلطة رقم 4 خلطة رقم 4 خلطة رقم 4 ما شاء الله كثير تجيني أسئلة متى نطلع الصوص من داخل الفقاصة أبد يا أبو الشباب شوف هذا ناشف خلاص يقدر هذا يأكل ويشرب على طول مطلعه 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات من تشوفه زي كذا ناشف خلاص يعني يقدر يشرب يأكل معتمد على نفسه خلاص زي هذا لا نخليه شوي هذا مثلا شوف اللي تشوفه اللي تشوفه خلاص يقدر يوقف خلاص نشيله شوف اللي زي كذا هذا نخليه هذا شوف ما بعد يعني ما يشد حيله باقي عليه أوكي هذا في بعضاتهم تجيك سبحان الله من خلقة الله رجلة تصير زي كذا زي المعاق هذا ما نقدر نسوي له شيء نخليه نعاش مات على 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 العموم ان شاء الله باذن الله تعالى انه يعيش بس في بعضاتهم تكون خلاص ما عنده مناعة او من الله خلقه هو كذا ما شاء الله تبارك الله طبعا هذا اللي باقي الان ما بعد ينشف نخليه لين تكشف اللي هي المروحة مع اللي هو طبعا هذا حي لفطر وميت بس على اساس ان مناعته ضعيفة نخليه هنا تحت لان شو اسمه هذه الهيتر كويس يعطيه تدفئة مع المروحة اوكي ما
اوريكم بعد هذا. شوف هنا، شوف هذا اللي فوق ما شاء الله باقي خير ان شاء الله قدام، باقي تقريبا شيء بسيط بس هذا الرف، وان شاء الله هذا الرف يفقص خلاص ونطفي الفقصات. بس كويس اذا طلعنا 1000 صوص في هذا الموسم كويس. شوف هذه البيضة زي ما علمتكم بس ماية دافية، نرفع الرطوبة الى 75. ونقول صباح الخير. هذا تفقص اليوم ما شاء الله تبارك الله، تقريبا حال 100 حبة، 100-120 ما شاء الله تبارك الله، وعلى طول على المحاكم. شوف هذا شكل الفيومي كثير، شوف هذا فيومي اوكي. شوفوا يا شباب دائما اقول لكم انا في بعض الصيصان تطلع سبحان الله ما معها مناعه، شوف هذا زي هذا ما عنده مناعه اوكي، مهما سويت لا تعطي علاج من البيطري، احتمال يعيش واحتمال ما يعيش على الله. فيطلع ممكن مثلا في المية، في المية صوص يطلع عندك 3 حبات، حبة ولا حبتين، هذا يكون خلاص وراثة من الأم والأب، ويكون ما معهم مناعة فينتقل المرض إلى هذا الصوص إلى الجنين. شوف الحمد لله كله صيصان أوكي ما شاء الله تبارك الله أوكي. شوف يعني من المية واحدة. طبعا الآن نبدأ بخلطة رقم 4 اللي هي مات التسمين، بنعطي الصيصان اللي هناك اللي تقريبا الآن أعمارهم فوق 20 يوم. هذه شوف استكانة على 20 لتر، هذه واحدة وهم هذه الثانية استكنتين فقط أوكي. هذه خلطة ولد الشرقية للتسمين، تعتبر هذه فتح شهية، مكمل غذائي، رفع المناعة، تسمين في نفس اللحظة. استخدمناها على جميع الحيوانات والبهائم وطيور الزينة كسيريلاك، تسويها كسيريلاك ماي دافي وتقر الطيور، واستخدمناها على الأفراس والأبقار. هذه هي نفس هذه شفتها أبد. نصب عليها موية الآن ونحركها. وهم في مشكلة إذا بتضيف خلطة رقم 1 للوقاية من جميع الأمراض معلقة واحدة ما في مشكلة، يعني تصير كوكتيل خلطة رقم 4 مع خلطة رقم 1 ما في مشكلة يا شباب أوكي. خلنا الآن نروح نحط حق الموية. طبعا هذا تفقيص اليوم، كل هذا تفقيص اليوم ما شاء الله تبارك الله، زي ما علمتكم تقريبا الان صاع 120، اتوقع الان 150 حبة ما شاء الله ابد. وهم هذه هنا ما شاء الله، المحكر الثاني ما شاء الله تبارك الله لك الحمد. وهم هذا هنا المحكر الجديد اللي تحت ما شاء الله تبارك الله اوكي. وهذا بعد تفقيص امس ما شاء الله. هذا مال امس ما شاء الله، وهذا هم بعد ما شاء الله تبارك الله. هذي لي ان شاء الله بكره بنعطيهم اللي هو تطعيمة اللي هو نكسر يا شباب، هذي اللي بنعطيهم بكره تقريبا يصير معنا اسبوع نعطيهم اللي هو تطعيمة اللي هو نكسر. كل هذا من الفقصات اليدوية ما شاء الله تبارك الله، زي ما علمتكم خلطة رقم 1 ممتازة ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا اللي فقص من الكوشن ومن الهندي ما شاء الله تبارك الله. جيبهم جيبهم، وين بتحطهم الحين؟ هنا فوق. طبعا شوف هذيلي ما في مويه كل شيء، هذي توهم اليوم ان شاء الله بنعطيهم اللي هو المويه الان والسكر زي ما عودتكم، ماي وسكر ممتاز اوكي. يلا حطهم بسم الله، ركب ركب اشوف بسم الله ما شاء الله تبارك الله. له هذا فيومي وهندي ما شاء الله، الله يطرح له بركه، مرحبا مليون. اذا يستاهل ولد الشرقيه دعموه في السناب يا شباب، اذا ما يستاهل لا حد يدعمه ما هي مشكله، ليش نزعل؟ اذا عجبكم بحط لكم اللي هو المنشن تحت. الله الله مسكين طاح، ما عليه بسم الله مرحبا مرحبا. وزي ما عودناكم كل يوم نشيل اللي هو الموي عنهم ونعطيهم الآن خلطة ولد الشرقية للتسمين ما شاء الله تبارك الله أوكي. 10 أيام متواصلة نفس هذا السطل، نحط فيه استكانة حق شاهي اللي هو 20 لتر ونوزعة. طبعا الآن تقريبا شلت الموية عنهم الساعة 10، والآن الساعة 1 تقريبا، 1:30 بعد
جاي يعطيهم اللي هو خلطة التسمين ما شاء الله. لازم الحركة دي نحركهم يمين ويسار، خليهم يروحوا ويجوا زي ما تقول رياضة. أساس تعرف اللي هو مو صاحي واللي تعبان شيء. الحمد لله كل اللي عندي الحلال صاحي، ربي لك الحمد. إن شاء الله تبارك الله صح. طبعا يا شباب هذا اللي استكنتنا لعبناها، قاعدين نعبي ماي فول، هذا 20 لتر نعبي فول ونوزع على الصيصان اللي معي هناك. سهلة الطريقة خلطة ولد الشرقية زي ما علمتكم، ممتازة جدا جدا جدا. هذا 20 لتر يا شباب، هذا 20 لتر. اوكي طبعا يا شباب هذا 20 لتر اللي عبيته لكم، اعبيه هنا في المشارب هذه، وكل ما خلص اعود ازيده من هنا. متى تغير الماي؟ كل 24 ساعة، لان ريحة البذور والاعشاب بتعفن. كل 24 ساعة نبدل الماي، وهذه صحتهم توب ولله الحمد. انتم لا تذكروني قبل تقريبا 10 ايام اعطيتهم اللي هو خلطة التسمين، والان بنعطيهم كورس ثاني زي ما علمتكم. كل شهر تعطيهم 10 ايام او 15 ايام متواصلة، يعني فضل 15 كويس، استكنتين او استكانة على 20 لتر. هذا هي الان بقدمها حق الصيصان. خليكم معي بالشباب، ما في احد يمسك معي الجوال على اساس اني برفع السطل اللي بوزعه هنا. اوكي، وزي ما علمتكم اذا توفر عندك اللي هو العلف الاراسكو او علف رحيمه ممتاز جدا. افضل علف عندي انا صراحه رحيمه او الاراسكو. اما الان الخماسيه ارتفع سعره، صار ب 88 الكيس، توي شاري كيس ب 8. طبعا كثير تجي لي اسئله، احنا مثلا ما معنى الصيصان تشرب 20 لتر، كيف الطريقه نستخدم الخلطه؟ على حسب الكميه، مثلا اذا يشربوا عندك نص خلاص حط معلقه واستكانه. شوف انا الان هاك هذه 20 لتر، صبيت واحده هنتين والثالثه، باقي عندي شيء بسيط اخلي لين قبل الساعه 3 ارجع لهم، اذا شربوا المويه اعود اعطيهم من الخلطه. ونقول بسم الله. هذه واحد هنا، هجوم 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 ان شاء الله. وعليكم بالعافيه. بسم الله. تمام يا شباب، ان شاء الله رايح اوريكم اياهم بعمر 6 شهور اذا راد الله باذن الله تعالى، وانا استخدم اياهم تطعيمي تلهون الكسر خلطة ولد الشرقية رقم 1 للوقاية من